النهارده ان شاء الله باذن الله بنحتفل في اليوم التالي باحتفالات اعياد الربيع وشم النسيم في مدينه مرسى علم. بقول لجميع الاخوه مواطني هذه البلد مسلمين واقباط كل سنه وهم طيبين بمناسبه هذه الاعياد واعياد القادمه هذا الاسبوع كله اذا كان عيد العمال، واحنا في مناسبه برضو سعيده وهي مناسبه 25 ابريل احتفالات سينا. كل سنه وهم طيبين وكل سنه ومصر بخير ان شاء الله باذن الله. حقيقه انا وصلت مرسى علم والحقيقه انا سعدت جدا جدا بهذه البلد اللي المفروض ان هي فعلا مش المفروض هي حقيقي هي المدينه الواعده في جمهوريه مصر العربيه لما تتصف به او تتميز به هذه البلد من جمال غير عادي في السياحه والهدوء والبحر وما يحتوي البحر من شعاب وغطس وجميع السياحه الرياضيه هنا برضو في مرسى علم. حقيقه كان من اولى اهتمامات اللي احنا كان المفروض ان انا بدعمها اللي هي انا جيت حقيقه لقيت في هنا جمعيه البحر الاحمر للتنميه المستدامه ومعاهم مؤسسه رحاله اللي هي قايمه بهذا الاحتفال الجميل اللي عملته امبارح والنهارده اللي هي برعايه دكتور حسام. بشكره وبشكر جمعيه التنميه المستدامه برئاسه المهندس ابو الحسن للمجهود اللي هم عملوه في علشان يخرجوا هذه الاحتفاليه لاسعاد جميع مواطني مدينه مرسى علم والبلاد اللي جنبها. الحقيقه يعني حقيقه كانت احتفاليه رائعه امبارح يوم 28 يوم 27 مساء وكانت ضمت عناصر شبابيه صغيره وبراعم واطفال في الانشاد الديني وحقيقي والناس دي اصواتها رائعه وان شاء الله باذن الله يكون لهم مستقبل باهر على ايدين هذه المؤسسه اللي هي بتنميها بتنمي هذه الاولاد وبتاخدهم توديهم الاوبرا وبتحقق لهم مستقبل كويس سواء من الدخل او العمل ان شاء الله باذن الله. بعد كده ان شاء الله باذن الله نتمنى في المستقبل القريب ان احنا ننمي هذه البلد ونطورها على ايدين المواطنين الشرفاء والناس الطيبين اللي موجودين هنا وبمشاركه برضو جميع الاجهزه هنا لجميع الاجهزه المجالس المحليه والشعبيه هنا واعضاء الحزب الوطني كلهم ناس كلهم متعاونين جدا جدا وجميع الاجهزه الامنيه وعلى راسهم طبعا احنا عندنا في قيادات المحافظه وكان طبعا احنا طبعا قبل ما يعني نقول كل الكلام ده بعد تشريف السيد المحافظ لينا سيادة الوزير مجدي القبيسي محافظ البحر الأحمر. الحقيقة هو كانت أولى اهتماماته هو برضو التنمية السياحية والاهتمام بجميع المواطنين ومن هذا المنطلق احنا بدأنا ناخد هذا الفكر وإن شاء الله بإذن الله هنحاول برضو ننمي البلد من الداخل بالإضافة للشواطئ والسياحة. احنا هنحاول ننمي البلد من الداخل من جميع المرافق والخدمات وخلال الفترة القادمة وربنا يا رب يعوننا جميعا بجميع المشاركين وجميع المساهمين وأي حد بيجي يحاول يعمل خير في هذه البلد إن شاء الله بإذن الله هنكون كلنا مع بعض يد واحدة نسعى لخدمة المواطنين في هذه البلد وتطوير وتنمية البلد والسياحة إن شاء الله بإذن الله. بأشكركم وبنتمنى مزيد من هذه اللقاءات واحنا هنعمل برضو المزيد من هذه الاعمال الجميله اللي هي بترفع عن الناس